يلا خويتي صفوا لي انا والو صفوها المالك. نجات نجات ميرسي بوكو حبيبه. المهم غير الربح هذه الجوله بلاتي الربح هذه الجوله ان شاء الله وغادي نقول لكم باش نتكونسونطرا مع الناس يديروا لا بديت تنعاود ما غاديش يربحوني. انت والله يفطالع سيروا سيروا كبسوا 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 تكبس 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 تكبيساتكم ضربوا لي في الوجه ضربوا لي في الوجه كيعلمنا القاعده الخايبه كيعلمك شي حاجه جديده شي حاجه زوينه ضرب في الوجه ضرب في هادي الله يخليكم بعضياتكم والله لا احسن كوبل شفتو في العالم ما نقراش شكون عندي المراه راسكم واحد القضيه هضر مول 10 سنين ما كتشوفوا ديك غنطلقك غندير لك هذيك الهضره كاع شوف نقول لكم واحد القضيه كاع ما تشيقوهم زعما ديك غنطلقك وهي كتقول لي غنطلقك وغنطلقك راه ما يطلقوش لان بيناتهم واحد الحب قوي بيناتهم واحد الحب كبير فهمتي هي طاحت هو طاح لها في حماقها وهي طاحت ليه في حماقها وقال لك هذا في شي داك طاح الحك وصاب غطاه وراه مات جوج هادو مالك لقات في داك الشيء اللي بغات هو لقى في داك الشيء اللي بغا صافي هذا اللي كاين بيجي بيش وحده واخا تكون واخا تكون كبيره عليا والله شنديها بلاتي ساره راسكم نزار نزار دخل واحد الفكره في المغرب راه ما كايناش نزار دخل واحد الفكره واحد التفاؤل في المغرب ما كاينش يعني انك تقدر تتزوج بالمراه واخا كبيره عليك فهمتي هي راه ما كبيرهش اللي بزاف مالك راه عندها 40 عام ولكن واخا تكون كبيره عليك بعامين 3 سنين غتقبل تتزوج بها علاش لحيت انسبيريشن من نزار ومالك دابا انا المراه ديالي واخا تكون عندها تجي تقول لي شوف انا غنجيب باش نشوف وحده عجبتني بغيتها وتقول لي عندي 45 غادي نبغيها لان مالك كنشوفها الحب ما عندوش رقم 80 اخويا اختي عايشه عندي 80 ماشي 57 عندي 80 مازال صغيره مالك شوفوا بالنسبه للطلاق طلقته انا وطلقني هو هذا كتبقى السوشيال ميديا حنا كبسوا كبسوا خوش كبسوا كبسوا راضي عليكم واش دابا نتوما انا نقول لكم مثلا نتوما ملي كتفرجوا فيلم بلاتي مول 10 دابا نتوما ملي كتفرجوا فيلم سامحيني مثلا فيلم سامحيني كتفرجوا فيه في التلفازه وكينوض هو اللي كيتفرج وكينوض مثلا كينوض هذا هذاك سميتو واش هذوك اللي في سامحيني تينوض هذاك كمال كمال كينوض كمال كيطلق الاخر كمال واش ما عندهمش حق يقول لها حتى هو الطلاق الثالث ولا هذاك الشيء السوشيال ميديا هي هذيك غير السوشيال ميديا اما في الواقع انا راه وهو راجلي اما في هذاك الواقع هذاك ماشي هذاك هذاك حنا السوشيال ميديا راه الواقع ماشي هما المواقع دابا المشكل ديالكم نتوما شنو هما هذاك شي سوشيال المواقع مع المواقع كتخلطوا كل شيء راه ما يمكنش واحد السيده قالت لي انا كبر مالك واحد السيده قالت لك انا كبر منه بسبع سنين بالسنين والحمد لله عادي لانك تيبغيتي عشقتي داك السيد ما عشقتيش شنو العمر Alors pourquoi tu le ramènes pas avec toi en Italie Inch'Allah غادي يجي داك الوقت اختي هند نتوما فراسك غاطلعوا لطاليان وانتوما علاش كتحكموا نتوما كتحكموا وباقيين ما عارفين والو حنا راه خدامين في شغالاتنا وان شاء الله غيكون غير الخير دقوا السكات دقوا السكات دق وسكات هي احسن حاجه نجيو نفرشوا روسنا ضربنا العين نبقاو حنا العين تكتل فينا نبقاو نعاودوا ان شاء الله غنمشي لايطاليا نعاودوا اخبارنا ان شاء الله ها هو داير الخطوات راه من سعد العين ندق وسكات شكرا اختي نسرين على البارطاج عافاكم بارطاجيو اللايف بارطاجيو 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 اللايف انا ميرسي بوكو راه مدة ما درتش اللايف لا شفت ما عنديش تفاعل شكرا اختي انا واحلى انا ميرسي بوكو كنتي لا لا عندها الجنسيه ماشي كيسون ديال البيطاليه ولا عندها الجنسيه ما تحتاجش تخدم يلا خوتي عطيونا التكبيس عطيونا التكبيس انا ما نهضر تتوصل 10 كا ملي توصل 10 كا تما عندي غنهضر في الموضوع 10 كا ديال التكباس تقدروا تكبسوا هنايا لاني انا بين مصايب التليفون ان شاء الله عطيونا التكباس خوتي كملوا لنا 10 كا وغنهضروا في الموضوع كبسوا لنا خوتي عافاكم التكباس ديالكم كلشي كبسوا بارطاجي راه مو دام مابقيتش كندير لايفات صافي راه طاح ليا اللايف طاح التفاعل خص اللايف دابا قسم بقى ندير كل نهار شاك جوغ ندير لايف شاك جوغ تيك توك عنده واحد خو زعبيلات ما عرفتش كيقول لهم واحد العزيزه
نجات بي المسكينه كنلقاها ديما في اللايف. واحد المره دخلت ولقيتها عند واحد الواحد بلا ما نذكر سميتو حتى هو تنعرفوه، ولقيتها مسكينه كتهضر فيا بالختيم بالله. هاد نجات اطيب كاين الناس اللي زوينين، من اطيب الناس اللي زوينين واخا ما نعرفها، وما زعما مشيت بزاف ولا شي حاجه ولقيتها مسكينه كتشكر فيا من تما، وهي كتشكر فيا. ودخلت عندها البروفيل ديالها ودرت لها ابوني، ما عرفتش واش باقا مديوره لها ابوني، لان بلاتي نشوف واش باقا ندير لك برو ليا بالك، برو ليا مالك. دخلت عندها بلا ما تحس، برو ليا مالك، درت لها ابوني وخرجت بحال هادي. لقيتها كتشكر فيا، درت لها ابوني باش ما ننساهاش، ولقيتها مسكينه في اللايف وزعما ما تنعرفهاش بزاف، ولقيتها دخلت اللايف ولقيتها كتشكر فيا. باش تعرفي بنادم اكثريه ما كتعرفيش وكيشكرك، وهذوك اللي كتعرفيهم وهادي كيسبوك، باش تعرفي بنادم كيفاش داير. اش زلت البكا زين، مابقاش كنبكي، نشوفوا الدموع هما انا كاع عندي هضره، مابقيناش كاع كنقدروا نبكيو. حتى هو كان تيبكي لان الوالده ديالو مريضه، ملي بس عليه شويه راه صافي. اش راه في راسك مالك؟ كثرت البكا، كثرت البكا، وليت داير النظاظر. وحق الله الا مشفوا لي العينين ديالي، دوز عند طبيب قال لي راه قال لي راه المنشف ليك العينين. والله العظيم كنت كيكسر ما كتبكيش جدا. قالوا لي صافي غدري دابا راه 10 كا الو هيا 10 كا. المهم خوتي درت خوتي الصراحه الله يبغى لك يطلع انتما باش تشوف الله يكون في موضوع الحمل. يلا التكبيسات عطيونا دابا شنو وقع. انا ملي كنت في اكادير يعني كانوا كيجيوني واحد الاعراض ديال الحمل، مثلا كنرد مره كنرد. كنت ضحكوا نتوما اصلا الدراري ديال ورك. انا اللي كنعرف ليهم جوج وردات امال الله يحفظك، ورده خوتي غسيبوك واسيم. حقاش لما درت هكا ما غاديش تكبسوا ليا، حيت نتوما غير كتسمعوا الاخبار كتمشيو مع الاخبار وتبداو ما كتبقاوش تكبسوا. نقولها ولا ما نقولهاش؟ نقولها ولا ما نقولهاش؟ يلا قولي. تلقيهم ثلاثة، وامي ماتي تستاهلي حتى ثلاثة. الله يحفظك اختي ولا خويا، الله يحفظك ما شتاش. المهم خوتي ما بغيتش نوهمكم لانكم متابعين ديالنا، ومن حقكم تعرفوا الاخبار ديالنا بما احنا داخلين هذا العالم، الاخبار من حقنا نتقاسموها معكم بغينا ولا كرهنا. اذا انا كنت تنتوهم باني كنت حامله، ملي مشيت درت تيست اليوم، خديت تيست درته على الصباح لقيته نيجاتيف، دونك ما حامله ما والو. ان شاء الله المره الجايه نتمنى ويكون خير. لحقاش انا واحد الانسان اللي كنحمل بدلي، وقلت لخالتي لاطفى المره الجايه وجد لي دلاك دلك ليا كرشي باش نحمل، دونك ما كاين لا حمل لا والو، باش تكونوا فيها خير فوالا، باش تكونوا الحقيقه، باش ما نبقاوش نوهموا فيكم ونكذبوا عليكم. انا ما بغيتش نبقى نكذب في هذا المثال. بنادم ما فهمتش ليا دلي كامل، اشرحي لي. واحد المده ما ولداتش، مثلا انا ولدي عنده برد فيها الماء، بحال برد فيها الماء. حنا مغاربه وكنعرفوا هذا الشيء، المراه متى تبغي تولد كتمشي عند دوك الكسالات ولا مع القبالات وتدلك ليها، كدلك ليها كرشها، كدلك ليها الوالده، كدلك ليها باش تشد لا بوزيسيون جيس عاد باش تحمل. انا من هذا النوع خصني ندلك لاني مده ما ولدتش، دونك خصني ضروري ندلك كرشي. نهار غنهبط المغرب غندير هذه المساله وغادي نتبع مع الطبيبه او ميم طو. اخوتي القديره في هذه اكد عليكم اني تنولد، راه عندي جوج ولاد. زعما واش عارف؟ والله ما عارف خوتي دريات خلو عندي يقولوا لي واش الشمس. انا ما بغيتش نبقى نوهم فيكم، وقلت لكم في المغرب قلت لكم راه واقيلا حامل. انا نطلب اختك زوير ان شاء الله، ونبقى نوهم فيكم. خصني نقول لكم الصراحه باش لان انتم متابعين ديالنا، ومن حقكم تعرفوا الحقيقه، ما نبقاوش نكذبوا عليكم. دونك الصباح درت تيست خرج ليا نيجاتيف، وان شاء الله طلبوا لي الله، ان شاء الله المره الجايه نهبط المغرب غنمشي عند شي وحده تدلك ليا كرشي مزيان، وناكل السخونيه، ناكل الرفيسه، ناكل هذه، وان شاء الله. بصح هادشي اللي كاين. المهم انا جيت راسك مالك؟ انا هادشي انا هادشي والله ما عارفه مزيان مين زدتيه ليا باش الا ديتي واحد تكون مده ما ولداتش وتا هادي خصك ضروري تدلكي ليها. الوالده كتقاد تتقاد الوالده تتشد لا بوزيسيون ديالها، فهمتي؟ واش ندك ليها وي على ظهرها ولا على كرشها؟ واش مالك؟ عرفوا داكشي مشى. انا كنت في ولادتي الثانيه، داتني عجوزتي مشات داتني عند واحد الدلاكه فهو تزم دلكات ليا
هذاك الشهر خرجت نولد، في هذاك الشهر ولدت، هي فاش ولدت ولدي هذاك قاسم. ما يعني حملاش اخوتي، ما حملاش. نو ما حملاش، ان شاء الله تنتمنوا المره الجايه ان شاء الله يكون خير. نزار تقلق شويه، لحقاش نزار كان فرحان، نزار كان فرحان 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 فرحان، تقلق شويه، ولكن معليش باقي الوقت.